السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. اليوم سأقوم بتحضير عدم الحبار أو عدم السيبيا للطيور. كما ترون عدم الحبار يكون على هذا الشكل، يباع عند بائع الطيور أو العطارين ويكون متسخ، لا يمكن تقديمه للطيور بهذه الطريقة وبهذه الحالة. يجب تنظيفه. أولا نقوم بإزالة الأوساخ بهذه الطريقة بواسطة سكين أو الورق الخشن بهذه الطريقة، حتى نزيل جميع الأوساخ. كما نعلم بأن السيبيا غني بالمعادن وأهمها الكالسيوم، الذي يلعب دور كبير في بناء عظام الطيور، كما أنه مفيد للإناث في مرحلة تكوين البيض لأنه يقوي القشرة الخارجية للبيضة، كما أنه يساعد على نمو الفراخ نمو سليم وتقوية عظامهم. هكذا نستمر بتنظيف العظم حتى نحصل على عظمة نظيفة بهذا الشكل. سبق لي وأن قمت بتنظيفها. هكذا نزيل كل الأوساخ كما أنه يجب شراء العظم الذي يكون خالي من الروائح الكريهة. فالعظم الذي يحتوي على بقع سوداء أو رائحته، العظم الذي توجد به بقع سوداء أو رائحته تكون كريهة، لا يجب أن نشتريه لأنه سيضر بصحة الطيور. هكذا حضرته، هكذا نظفته جيدا وعملت ثقب وسأضعه في سلك وأعلقه في القفص. لكن قبل ما نحضر أنه نعلقه في الأقفاص، يجب أولا تحضير مية مغلية جيدا ووضعها في إناء معدني هكذا. ثم نضع العظام، ننقعها في المية مدة 5 دقائق، وذلك حتى نعقمها لكي لا يصاب الطيور بالأمراض. أما بالنسبة لطريقة تقديم عدم الحبار أو السيبيا، هناك طريقتين للتقديم. إما نقدمه هكذا بهذه الطريقة، نعلقه في الأقفاص للطيور، أو نقوم بطحنه ومزجه مع البيض المسلوق. بالنسبة للطيور التي يوجد تحتها فراخ. شكرا لكم مشاهدين الكرام، كانت معكم ماريا من قناة نفيد ونستفيد. من عجبه الفيديو يضع لايك ويسجل اشتراكه في القناة حتى يصله كل جديد. شكرا.